مسلسل فلوجة نجاح فني ونجاح عند النقاد، نجاح عند الجمهور. اليوم أربع أيام بعد الحلقة الأخيرة، برشا أسئلة موجودة قدامنا. باش تجي باش تتكلم باش تحكي لأول مرة، سعيد جدا. المايسترا نتاع العمل، المخرجة سوسن الجمني. صحة شريفتك. يعطيك الصحة. شكرا شكرا. عايشك. الأبيض لون الصفاء، لون السلام. بيس. ولون النجاح. وي. فألف مبروك. عايشك. و... نجاح متوقع ولا ليه؟ بصراحة. الحقيقة أي تتوقع شوية، تحس روحك تقول خدمنا حاجة باهية، تبدا فرحان ببليزيور سيكونس، فرحان بحاجات عملتهم. أما النجاح يقعد من بعد بيد العباد اللي تتفرج، معناتها تعرف اللي هي أذواق في الآخر، فهمت؟ ساعات تعمل حاجة وتعجب العباد، ساعات تبدا عجبتك أنت ما تعجبش العباد، والعكس زادة كيف كيف. الحمد لله السنة فرحانة بالنجاح، شكون ما يفرحش بالنجاح؟ معناتها فرحانة روحي، السندس السيناريست معايا، فرحانة لليكيب، الممثلين، فرحانة للقناة، للجمهور زادة بالعمل هذا. سوسن انشنيت نجاح ورا نجاح، الجزء الأخير من أولاد مفيدة، فندو الأول نجاح ورا نجاح، فندو الثاني نجاح آخر، واليوم فلوجة كيف كيف، أيضا يبدو أنه نجاح فاق كل التوقعات. قديش نسبة رضاك على روحك؟ راضية سافا، ما نقولوا 80% 70%. 80% 70%. صعيبة شوية مع روحي. المعدل 3 ملايين يشوفوا في المسلسل يوميا، و4 ملايين شافوا المسلسل في حلقاته الأخيرة. ضغط نسبة المشاهدة يعمل لك ضغط من داخل، يعمل لك ستريس. الناس اللي يشوفوني برشا معناتها النقد باش يكون برشا، معناتها الضغط باش يكون برشا، ردود الفعل باش تكون برشا. صحيح، أما الحقيقة باش ما نكذبش عليك، أنا ما نركزش برشا في نسبة المشاهدة جملة، فهمت؟ دايوغ ديما كل عام أنا البيريود اللي يبدا يتعدى فيها المسلسل نبدا مازلت نخدم، أنا كل ليلة نخدم في المونتاج وتوسع الصباح نتاع الحلقة، دونك جو بريفير تبدا الكونسنتراسيون نتاعي كل غادي، ما نتلاهيش بالحاجات هذوما، فهمت؟ بعد كل حلقة تحل فيسبوكك تشوف التعليقات، ش يكتبوا الناس، ما يكتبوش، يقولوا ما يقولوش. قبل كي كان عندي فيسبوك ما عادش عندي فيسبوك. ما عادش عندك. ارتحت ارتحت. نحالي من عمني والدوك، والله يظهلي ترتح الحكاية. أما على فيسبوك كل حلقة فما يقولوا لي، يا ساعات يقولوا لي معناها شنو تقال وشنو تحكي، وصافا الحمد لله يظهر لي القنوات الكل خدمت واللي راديو. كاو كاو. نتصور انه العمل الناجح هو اللي يخلي الناس تحكي عليه، وانت تحكي عليك برشا. ماكش مغرومه برشا بالظهور الاعلامي؟ مغرومه جمله جمله. ومن وانت تعرف عاد انت باش تجيك الهوني قداش يلزمك حجم المجهود اللي عملناه باش نقولوا لها يا مدام تفضل مرحبا بحذانا، وإجا يلزم تتكلم، يلزم تحكي. ما ديما تغلبني، شنو كل عام لازمك تجيبني هكا. ما يسالش، شوف ان شاء الله كل عام انت ناجحه، ان شاء الله كل عام انت موجوده بحذانا، هذا اهم شيء. انا الراء اللي هو العمل اللي يحكي على روحه، معناتها في الاخر ما عندي ما نضيف، نضيف كان الشكر، معناتها نقول للعباد اللي تفرجوا فينا واللي خدموا نشكرهم، نشكرهم على المحبه، نشكرهم اللي له شهرة اللي تعبناهم في الكتيبة وفي التصوير وفي إنه يتخيل إنسان مع مخورة، وماهيش سهلة، ماهيش سهلة باش تجبد حكاية باش تخرف خرافة للعبيد وتعجبها، وراها برشا تعب، وراها برشا سهر، وراها برشا ليالي، وراها برشا إسبواغ وحلمة. يظهر لي حلمة كل مخرج إنه يعمل عمل ويتفرجوا فيه العبيد ويحبوه سورتو، ودونك شكرا على المحبة هذيا الكل. سوسن بين الحلقة الأولى والحلقة الأخرى فما تغيير في المواقف من النقيض إلى النقيض، كنت متخوفة أكثر من المواقف الأولى ولا كنت سعيدة أكثر في الحلقات الأخيرة بتغير المواقف؟ كنت متخوفة من المواقف من الأول للأخر، أما كنت سعيدة بيان سور. توقعت؟ لا في الفينيش معناتها. توقعت؟
توقعت ردود افعال في لو سوجي اللي باش نحكي عليه اللي هما لي زادوليسون لي جون التعليم، ما توقعتش اني يوصل مسؤول باش يتدخل باش يقول متى يطالب انه باش يتقص المسلسل هذا، يقول حتى حد ما يتوقعها معناتها جينيرالمون معناتها دونك هذا هو اللي خوفني. خفت انت؟ خفنا بيان سور، خفت خاطر حاجه ما تصورتهاش، تصورت يعمل جدل، تصورت باش نحكيو في الموضوع، تصورت الوزاره باش تفرح اللي وصلنا حكينا في سوجي كيما هكا، اما ما تصورتش رده الفعل هذيك العنيفه شويه معناها. انت اعتبرت انه هناك رده فعل عنيفه؟ العنف هذا شفناه خذا اشكال رسميه من خلال بيانات، من خلال ناس تقريبا ترفعت قضايا سابقه معناتها حاجة. محامين قاعدين في دارهم قال لك انا توا باش نرفع قضيه، معناتها الايامات الاولى حتى حد ما كان يحب يكون في بلاصتك. بور تو دير هيدي الحقيقه كيما قلت لك انا وقتها في المونتاج نسمع شويه فيكم ما عنديش فيسبوك وتو سا، نعرف اللي صارت الشوشره هذه الكل، وبدا ماما حزنت برشا معناتها حزنت برشا، قلت علاش؟ ما علاش هذا الكل يا اخي؟ انا شنو عملت؟ وين الخايب اللي راهو فيه؟ سي فغي جي مونت، احنا فيكسيون وفيكسيون، انت باش توري الباهي لازمك توري الخايب قبل، باش توصل للباهي لازم توري لو كونتر نتاعو شنو هو؟ فهمت؟ انا وريت المشكله في الاول، وريت في الحلقه الاولى وريت عطيت لمحه صغيره على الشباب هذا كيفاش يعيش في الليسي ولا في ديارهم، طريقه تعاملهم، كيفاش هما شنو يلبسوا بطريقه فنيه شويه، سي فغي مش كيما في الدنيا. مما كنتش للدرجه هذيك معناتها الشيطنه اللي صارت لي شيطنوني شويه، فهمت؟ كاني انا قمت جيت باش نفسد الشباب وباش نعمل وباش نفسد التعليم، واللي انا عامله حرب على وزاره التربيه. لا سي با سا دو تو، ودايوغ لا بروف من الحلقه الثانيه بداوا يراو في لي ميساج بوزيتيف وبداوا يفهموا شنو هو انا لابروش نتاعي في العمل هذايا اللي وصلنا للحلقه الاخرى. اساسا بعض المخرجين لما يتحطوا في مواقف كيما هكا يكتبوا على فيسبوك، يكتبوا على انستغرام، يطلعوا في وسائل الاعلام يبروا، انت اخترت انك تكون بعيده وصامته. خاطر زيد خاطر قلت يتفرجوا تا يفهموا، تخلي المره هذه فماشي ما يتعلموش معناها الصبر، يتعلموا اللي لازم مسلسل ولا فيلم كملوا بعد احكم. حاتم القروي مثلا عمل ميا كولبا، معناتها جاء قال سامحوني نطلب السماح من مسلسل فلوجه، انا من الناس اللي سبيت وتوا نحب نشكر ونعتبره معناتها من الاعمال القيمه جدا في التلفزه، معناتها فما ناس طلبت السماح فما ناس اعتذرت. برشا جاو لي دي ميساج هكاك دون سو سونس، سامحنا رانا في الحلقه الاولى سامحنا اللي غلطنا معناها، فهمت؟ حكمنا على العمل بطريقه خايبه، ما هو بالعكس عمل يشرف وانا فرحانه بيه وجو سوي فيير بالفلوجه، جو سوي فيير بشنو عملنا وجو سوي فيير كي را اللي شنو قاعدين توا قداش لي ميساج بوزيتيف قداش تعداو للعباد، شفت دخلت في باك سبور في دي ليسي معناتها كتبت الفلوجه كتبوا على الفلوجه حاجات دي ريبليك تقالوا في الفلوجه مش عيب كيف عيب كي ما نصلحوش وخذوا حاجه تفرح كيما هكا حاجه تفرح برشا حاجه وهذيا هي الفرحه الكبيره وهذيا هو هذوما هما لي زانتونسيون نتاعنا احنا جينا معناتها احنا كنا بنائين مانيش باش نهدموا ناويين على البناء وشوف عاده الشباب ما يتبنى فكره الا ما يصدقها ويحسها معناتها مش سهل ولاد صغار مراهقين يختاروا من جل المواضيع اللي موجوده باش يحكيوا على الميساج اللي تعدى والرساله اللي تعدت في المسلسل احنا عرفنا بالقدا نخلقوا كوميونيكاسيون معاهم عرفنا نمسوهم عرفنا نفهموهم وعرفنا نوصلوا لهم الميساج معناتها فهمونا وهذه حاجه ياسر محليها سوسه نهايه المسلسل ما كانتش مفتوحه عنوان الحلقه الاخيره اللي غلط يخلص بالاخص نوح وهادي كملوا في الاصلاحيه رحمه ضحيه قبلت في الاسم نتاعها المديره اللي تعرضت لنوع من تطيح الهيبه نتاعها من عند تلامذتها في مشهد جميل منعوها باش تخرج ورجعوها وحملوها واعطاوها القدر اللي لازمها تاخذه هل كنت مجبره انك تحط رسائل توعويه في عمل درامي
علما وانه كثير من المخرجين انا نعرفهم يقول لك يا اخي الفن لا يقري لا يربي، الفن باش يعطيك حكايه يعطيك خرافه، انت من بعد تحب تتربى ولا انا مش مهمتي باش نربيك بالفن. هو صحيح مش مطالب، اما فيو لو سوجي صحيح الفن هو حريه، حريه فكر، حريه خيال، حريه طرح. اما في سوجي كيما هكا باش تحكي على اون ترانش داج في معناتها الصغار هذوما في مراهقين في العمر هذاك مازالوا صغيرات، تلقى روحك اوتوماتيكمون في الكتيبه انت مطالب باش توعي على حاجات، باش تبعث دي ميساج باهيين، باش تحاول تصلح، خاطر الوضعيه ديجا هشه ووضعيه صعيبه اللي يعيش فيها الشباب هذايا في وقتنا توا، ومش كان في تونس بارتو دون لو موند. لو يقول لك مثلا فلوجه هو مسلسل توعوي، انت ميكس من برشا حاجات، انت النية متاعك اجتماعي بسيكولوجيك زيد اوسي وكونتمبورين وتوعوي زيد توعوي. انت النية متاعك كانت انك تعمل مسلسل فيه احداث مشوقة ولا تقول نحب بعد 5-6 سنين المسلسل هذاك او لقطات من المسلسل تتحط في نوادي المؤسسات التربويه، نوادي الفنون؟ النيه نتاعنا هي النيه نتاعنا انا وصندس عبد الرحمن كانت من الاول اللي احنا كي قلنا باش نخدموا السوجي هذا بيان سور كانت عندنا رساله لازم نوصلوها. سي فغي باش تعمل دراما، باش تعمل فرجه، باش تعمل باش العباد باش تفرج في باش تفرج في خرافه تحسها تتماهى معاها، مي زادا اوسي قلنا ان شاء الله يوصل المسلسل هذا يبدل حتى حاجات صغيره في الشباب اللي هما تعرف اللي شباب برشا في العمر هذاك يتفرجوا مسلسلات. دونك حبينا نحكيو معاهم نوصلوا لهم نوصلوا لهم شنو هو الخايب وشنو هو اللي مازموش يعملوه وشنو لازموا يعملوه وكيفاش لازم نتعاملوا معاهم. وصلنا والحمد لله طريقه فنيه، طريقه فنيه حاولنا اما ما كانتش سهله بالكل الحكايه، كانت صعيبه برشا بيريود الكتيبه. كنا معناتها كنت انا وصندس معانا اون ثوازيام بيرسون اللي هي مش موجوده من في مخاخنا احنا حطيناها، هي قاعده تعمل لنا في دي ليميت، معناتها نقولوا لازمنا نعملوا هكا، لا شو يقولوا هكا، لا هكا نوليو نشجعوا، لا ما يجيش نشجعوا، دونك هو لازمنا نعملوا هكا باش نصلحوا، لا خلينا نجبدوا على الموضوع هذايا خاطر مهم شفناه برشا صار سوا في احنا سمعنا والا خاطر عملنا ريشيرش كبيره. قداش قعدت تكتب؟ قعدنا نكتبوا صيف كامل. صيف كامل؟ من بعد العيد الصغير عام ناول بعد ما كملنا الفوندو جوست بعد العيد الصغير جو بونس جمعه جمعتين بوتيتر با بلوس وبدينا معناتها صيف كامل لا بحر لا حتى شيء قاعدين ونكتبوا كهو لا خروج لا دخول. والتصوير استغرق قداش؟ 16 جمعه وثلاث ايام جمعة. الحلقه الاخيره كما قلت شعارها اللي غلطتي خلص تسكرت البيبان. مش كان شعارها اللي غلطتي خلص، فيها حاجات اخرين، فيها برشا امل، فيها برشا اسبواغ. جزء ثاني موجود ولا لا؟ هو لوجيكمون في اي بلاد ولا في اي كي تعمل معناتها سيري ولا مسلسل وينجح بالكدا اوتوماتيكمون يكون موجود الجزء الثاني. النيه موجوده، اما شنو يقعد صعيب؟ يقعد كله مربوط بالنص. كي نقعد انا وصندس ونخمو نلقاو اللي عندنا حكايات ونلقاو تمشي يكون اقوى من الجزء الاول وقتها نكملوا الجزء الثاني. دونك هي مهمة صعيبة برشا، مهمة ماهيش سهلة. باش نقول لك قلبك شو يقول لك؟ نكتب جزء ثاني ولا لا؟ الحقيقة أي قلبي يقول لي خاطر أنا ما زلت ما شبعتش باللي بيرسوناج، سانسيرمون لي بيرسوناج ما أحلاهم الكل معناها لي بيرسوناج تاع المسلسل ما زلت ما شبعتش بهم. والموندو هذا تاع الصغار المراهقين واللي سيف مازال فيه برشا ما يتحكي. نقعدوا سنوات وما نكملوش الحكايات. وبرافو لانك طلعت جيل نتاع 19 20 21 سنه كانوا محلاهم محلاهم وكبار حتى في مخاخهم لانهم جاوا قعدوا بحذايا حسهم كبار في مخاخهم، حرام انهم يبعدوا عليك بعد ما عاشوا تجربه بنينه برشا. صحيح صحيح، وانا بدي ما عنديش باش نفارقهم الحقيقه، مي بون تنشوفوا ان شاء الله يبدا فما جزء ثاني. باش نهزك في ديكور اخر في انترفيو عنوانه علاش؟ باش نحكي معاك على الاحداث، انت اللي صنعت الاحداث هذه الكل، باش نسالك علاش صار هكا وعلاش صار هكا، فما برشا اسئله عند المتابعين على شخصياتك على احداثك. تقولي انت انا وصندس انا وصندس صنعنا الاحداث انت وصندس صنعتوا الاحداث. تحبني نطرد من الدار؟ لا لا انت وصندس باش نمشيو للكرسي اخر.
اسمه كرسي الحقيقة. هذا الكرسي اللي ممنوع على الضيف انه يجامل او يراوغ. تفضل. به سؤال لنا حول نوح. نوح هو الشخصية الرئيسية في العمل. علاش نوح لما حب الأستاذة وتأكد من مشاعر الحب تحول من محب إلى مريض نفسي مخيف إلى وحش؟ في الحلقة 19 والحلقة 20 السيد هذا اللي ورانا أصبح وحش. علاش مشاعر الحب حولته إلى بسيكوبات؟ هو أن فات نوح مريض نفسانياً قبل نور. نوح يعيش في عائلة ما فماش حب، فماش محبة، ما فماش دوسوغ، فماش دفء، بو عنيف كيف كان الضرب. أمه موجودة ومش موجودة، بيرسوناج ياسر باسيف، ما فماش عايش نقص كبير متاع مشاعر وأحاسيس. والتراكمات هذيك اللي هو مخبيها كانت ديكلونشور مع الأستاذة. الأستاذة قربت له، حبت تفهمه، حبت تحكي معاه، مست فيه حاجة بوتيتخ هو أليتي أليكوت، حاجة اللي ما عملها حتى حد قبل. دونك هو يلقى روحه بشوية بشوية متعلق بها. أما التعلق هذاك هو إلى ديباسي سي ليميت معاها، تجاوز حدوده معاها، خاطر الحب هذاك ولا هوس، ما عادش مجرد حب وإعجاب أستاذته ولا بالقدوة. وجهه تبدل. أيوه. وهو فارس قال لي وجهي تبدل. وجهه في الحلقة 19 هذوك مخلفات العنف، مخلفات هو عنيف من الحلقة الأولى شفناه. أما جوست كان ساكت. التراكمات هذيك بعد تحلت بشوية بشوية ولات تظهر. حسام الساحلي وجهه بعد بنته، بعد ما توفيت بنته تبدل. نوح كيف كيف بعد الحلقة 19 ماهوش نفس العبد. هذيك شنو هي خدمة شنو هذيك؟ أي حاجة هو يقول لك acting is reacting. دونك هو أي بيرسوناج يغياجي سلون شنو يعيش. كان مثلا حسام الساحلي لو بيرسوناج نتاع البو كان يعيش ديما قعدات، عنده مشكلة مع مرته قبل خانته، كان يعيش الخيانة، عايش ومش عايش، غلط في الشرب وفي القعدات، مهمل بنته. لو جور اللي بنته ماتت وقتها فاق. الوجعة هذيك بيان سور باش تظهر على الوجه. سؤال آخر تسأل حتى على فيسبوك عرضني رحمة، علاش ما شكيتش من الأول لما تم اغتصابها وفضت النزاع؟ خاطر خافت من أمها وأبوها من الرياكسيون نتاعهم، خافت من المجتمع، خافت من العبيد، خافت باش يقولوا عليها، خافت من النظرة نتاعهم. وقلناه في دي ديالوج، دونك اختارت تهرب، اختارت تبعد باش ما تعيش زاد امها الوجيعه هذيك ولا ابوها الوجيعه هذيك. حست روحها هي المذنبه في لحظه، تونديسكو هي ماهيش مذنبه. وهذاك اللي فسرناه مسلسل كامل باش نوصلوا راه نقولوا راهو بالحق، راهو اللي الطفله اللي تصير لها كيما رحمه راهي ضحيه، ماهيش مسؤوله على حتى شيء. ويلزمنا نقفوا معها ويلزمها تتكلم ويلزمها تحكي. والصغار كل انا نوجه لهم في العمر هذيك نقول لهم احكي وتعلموا، احكي وتعلموا، قولوا شنو تحسوا، شنو من شنو تخافوا، شنو عشتوا في نهاركم كي تخرجوا من الدار، اي حاجه بسيطه كبيره ولا صغيره احكيوها لوالديكم. رحمه فما برشا رحمات حتى اليوم وانا جاي نقرا في وسائل التواصل الاجتماعي طفله خرجت امها نداء استغاثه بنتي وين. اون دي شوز احنا بدينا نخدموا على ديسباريسيون، سي ان سوجي ياسر ياسر مهم. راه برشا صغار يعملوا فوق من ديارهم، معناتها تلقى ديما يعرضوك في فيسبوك طفله خرجت باش تشري باغيت وما روحتش 14 سنه 18 سنه. في المراكز برشا قضايا هك، برشا والدين يمشيو يستنيو صغارهم العشيه باش يروحوا ما يروحوش، سورتو بنات مالوغوزمون. دونك برشا بنات تهرب، برشا بنات تعيش فترة مراهقة صعيبة، تنجم تتعرض تلقى في طريقها طفل ولا جو سي با شنو، معناتها يلعب لهم بمخاخهم، يحسسها اللي لازمها تهرب من دارهم ولازمها تعيش ولازمها تتحرر والا. هذوك حاجات كيما هكا يصيروا برشا مالوغوزمون. رحمة في اسم رحمة اختياره في إشارة إلى رحمة الأحمر، القضية اللي صارت والطفلة اللي تقتلت معناتها ربي يرحمها بشكل فاجع معناتها.
الله يرحمها وان شاء الله وان شاء الله تاخذ حقها. اما الحقيقه احنا كي كتبنا ما جيتش لمخاخنا جمله معناتها حكايه رحمه. انا اخترت رحمه خاطر اخترت رحمه بن عيسى، دونك خذيت الاسم من غادي معناتها على رحمه بن عيسى، دونك سمينا البيرسوناج سميناه رحمه. بعد فيغ مزور نذكر مامون في الكتيبه كي نكتبوا في سيكونس اللي لقاوها ما تجاو البوليسيه وحاطينها ولقاوها وقتها سي فغي ذكرنيها ذكرنيها. اما الحقيقه ما كتبنيش بذمتها جمله فهمت، والعبيد بعد بيدهم ايزون في لو ليان، مي الحقيقه ما عندها حتى علاقه. قدمت استاذ تمات مزيانه صغيره في العمر، وقت اللي في فيسبوك يقولوها يحكوا على الكليشيات، عاده نوعيه الاساتذه اللي جسدهم ساره التونسي نور هي استاذ فنون، استاذ لغات هكا تبدا قريبه من تلامذه وصغيره في العمر عادة. يقول لك لا ما ديجا قاعدين يضحكوا معناتها لا بروفيل مات مش هكا البروفيل نتاعو معناتها وكانه بالبروفيلات معناتها تصير. ما نعرفش انت علاش اخترت لنور مادة الرياضيات. حبينا نكسروا مع الكليشي هذوك ما جوستومون لازم بروف باش تبدا سمباتيك هكا وتحفونا وتتعامل معناتها وتقرب لتلامذتها جينيرالمون ديما نلقاهم كيما قلت انت في فنون فنون ديسان حاجه هكا انجلي. دونك قلنا لي خلينا ناخذوا المات خاطر المات في ان كوتي ياسر كاري واللي سحقيناه زاد دراميا من بعد فهمت. حبينا من بعد ميم بور ليتود من بعد باش تلامذه ينجموا يجيو يقراوا عندها باش نجموا احنا نوح وهادي يجيو للدار واش نجم تحكي معاهم دونك باش يعملوا ايتود دونك اخترنا المات. علاش ما فماش عقوبه على استهلاك وتجاره مخدرات؟ معناتها لاحظنا انه ابطالك في الحلقه الاخرى دخلوا للحبس ماهوش بسبب المخدرات. معناتها نوح دخل فك السلاح نتاع ابوه، حول وجهه الـ الاستاذه، هادي دخل الحبس على خاطر ضرب المراه، شكون اخر عندنا العقوبات اللي صارت اساسيه؟ حتى كادير دخل الحبس بتهمه الاغتصاب وقت اللي هو الديلر نتاع مخدرات. علاش ما عاقبتهمش على المخدرات؟ انا اكبر عقاب عملناه للمخدرات هو العقاب الضحيه، هو العبد اللي يستهلك شنو نجم يصير فيه، واللي شفناه من مرام واللي شفناه من الرحمة. خاطر اللي يجمع ما بين اللي يجمع معناتها النقطة الكبيرة اللي حابين نحكيو عليها احنا هي الدراك. الدراك شفناه قتل مرام قلتو أول مرة تجرب، والدراك هو الحربوشة اللي حاطها كادير في كاس رحمة. شوش خليت شنو صار بعدها، شو رحمة شنو عانيت تو تو لون دو لا سيري. باش نعاقبهم فما حاجه فنذكر في ناركوس قالوها لي ناركو ترافيكون سي كوم دي كافار، تقتل واحد يطلع لك 100. مالوغوزمون ما نجم باللي باش تعاقب ديما باش تكون موجود. الدروغ مازالت موجوده في بلادنا وفي البلدان اللي خلينا وان شاء الله وقافه ويلزمها تتنحى. اما انا حبيت نمشيو للكوتي اللي نوعي شنو هو المضره نتاعها على اللي يستهلكها اكثر من اللي شكون مرام نعاقبه. أو حاجة أخرى زادة حبينا خليها خليوها محلولة أو كو فما جزء آخر. مرام غضتني كي قتلتها. حتى أنا غضتني. غضتنا. حرام. يقول لك في الكتيبة ساعات يلزمك تضحي بأكثر بيرسوناج تحبه. للغاية الدرامية. أنا حبيت نضحي بمرام بذمة القضية اللي هي الدراج، شوف شنو يوصل. حبيت نضحي بمرام باش نوري باش نعطي الميساج اللي هو أقوى اللي راهو من مرة تستهلك تنجم تموت. فوالا. ضحيت بمرام خاطر قالت لي قلبي وجعني كي قتلتني. ونقول لها يا سوسن امان فماشي امكانيه نرجع فماشي امكانيه. اي صحيح صحيح. حتى نقول والله على غالب هذيك هي فهمت. علاش يا امراه انتصرت للمراه بالاساس في المسلسل نتاعك؟ عاقبت الرجال والنساء الكل اكرمتهم ودللتهم. رحمه رجعت تقرا، المديره رجعت للليسي نتاعها معززه مكرمه، شفنا ريم الرياحي استعادت الاسره نتاعها واستعادت التوازن، انتصرت للمراه والرجال الكل اللي كتبوا السيناريو وزوز نساء والرجال الكل انتصرنا للمراه حبس ما انتصرنا للمراه وفيت هو انتصرنا للانسانيه انتصرنا لل يا اخي الرجال خارج الانسانيه هما؟ لا خاطر اللي صار على الرحمه ولا اللي صار على المديره ولا اللي صار على لي بيرسوناج الكل
مش إنساني ومش ذنبهم، هم ضحية ما همش مذنبين. دونك أنا انتصرت للضحية وحبيت نخرجهم أبطال في الآخر، خاطر يلزمهم مهما يصير عليك يلزمك تكون راسك عالي وتو افونس دون لا في وتقدم، ما يلزمكش تطيح. كانت فما إشادة بأداء محمد مراد وخاصة زاد محمد علي بن جمعة، لكن على الانترنت يسألوا علاش الغبار هو مسوح بأمل، هو بيدو يبيع البوها، هو بيدو يزود أصحابها باش يبيعوا، هو بيدو يغتصب صاحبتها، والبوليس شفناه في برشا اختصاصات اللي ماهيش بالضرورة اختصاصات المنطقة يقول أنها خاصة به. علاش علاش جمعت كل شيء في شخص واحد؟ وعلاش ليه؟ علاش ليه؟ بالنسبة للغبار، بون هو هاني قلت لك للضرورة الدرامية ساعات باش تزيد أكثر السسبانس وباش تربط الحكايات في بعضهم وباش تعمل أن ليان، دونك معناتها سي بيت باش نحط بليزيوغ بيرسوناج و تو سا، فهمت؟ دونك فما بيرسوناج تعطيه أكثر مساحة باش هو يبدع وباش هو يحرك الأحداث أكثر. وبالنسبة للدالي احنا بدنا عملناه على رواحنا تنبيره واحنا نكتب وقلنا هو بيدو رحمه وش نعملوه هو بيدو متى، فما حاجات راه برشا تنبير يقولوا العبيد احنا ديجا رانا سابقين نبرنا على رواحنا ديجا من قبل. لكن اعطيته مساحه لمحمد علي باش يظهر. اعطيت المساحه جوستومون انا علاش دالي باغ اكزومبل بالنسبه للبحاث في حكايه ابراهيم ورحمه لي سيكونس ياسر قويين من اللي كتبناهم قويين برشا طويل. دايوغ سندس كتبتهم تبارك الله عليها، معناتها لانتيغوغاتواغ ياسر قوي. كنا باش نجيبوا بحث اخر، قلنا خساره معناها داني بن جمعه يلفا اسيغي وحرام باش نحرموا من سيكونسيت كيما هكا. دونك اون اوبتي باش يكون هو بيدو لو ميم بيرسوناج. هذا سؤال اللي انا في مخي ونحب نفهمه. الاستاذه حبت نوح ولا لا؟ من داخل من داخل من داخل من داخل. ما حبتوش. حبته. انا نقول لك حبته. انت تقولي احنا كتبنا. شوف انا ظهر لي انه الاستاذه حبت نوح، اما فما كل الوازع نتاع المهنه هو اللي لجمها. معناتها لو ما كانتش استاذته، لو تقابلوا في مطعم، لو تقابلوا في قاعه سينما، لو تقابلوا في الشارع ينجموا يكونوا. تنجاوبوا كالي عام الجاي كيف فما سيزون 2 سؤالي. اما لي احنا كتبنا لي ما حبيتش. سهلة انت حتى تعرف قربت له ما حبيتش. ترفضها العلاقه هذيك ولا لا؟ انا اي انت ك انا مع الحب اما نرفض العلاقه هذيك. ما تنجمش تكون مع الحب ترفض العلاقه، الحب لا يعرف العمر، ما يعرف حتى شيء. اما لا لا هذا الحب مش حكايه عمر، حكايه اوبسيسيون وليت له نوح، هذا الخايب معناها. المشكله فيه هو باش تحب يسمك تكون انا يظهر لي عندك كيلكو بار شويه اتزان في مخك. واقعيه قصه التلميذ اللي يحب الاستاذ والاستاذه اللي تحب التلميذ. واقعيه ما هي معناتها صايره برشا معناها. صارت احنا كي جينا باش نكتبوا الحكايه هذه اون سيت انسبيري من ايميسيون تعديت في الحوار وقتها. حكايه تونسيه. حكايه تونسيه. تزوجت استاذي فوالا. جيبوا برشا والله وقتها انو زا ماركي ما ليميسيون. دونك جينا باش نكتبوا، جاتنا الفكره من غادي. على ذكر الافكار، فكره المسلسل كلها كيف جاتك؟ وقت جيت باش نعمل الفوندو واحد. يا في الفكره نتاع المسلسل هذا اوسي. انت زوز افكار وقتها جاوني، معناتها حكينا فيهم، معناتها انا وصلت الفكره نتاع فوندو والفكره نتاع فلوجه. انا اوبتي وقتها حكيت مع فاضل وحكينا الحكايه. أنا أوبتي باش نعملوا الفوندو خاطر كان وقتها مازالت كي جات الفكرة وكان وقت ما لازم فما وقت الغوشيرش والكتيبة أطول. دونك قلنا تو من بعد الفوندو بقدرة ربي يتعمل المسلسل وفان تعمل. نتذكر حاجة. وقتها صارت برشا أكتواليتي، نقول لك علاش إكزاكتومون. وقتها لا بيريود هذيك برشا إضرابات في التعليم. حجب الأعداد. حكاية حجب الأعداد، جيت بعد حكاية التلميذ اللي جبد سكينة على الأستاذ كان حاضر معنا. أي ولا حاجات هكا برشا حاجات صاروا وقتها، حاجات اللي خليتنا نقول واو، معناتها لازم نحكيو في السوجي هذا، لازم نحكيو نحكيو على هالجيل هذا. وزيدا أوسي اللي في السينما وفي لي سيري توا ديغنييغمون التين دراما ولي توندونس.
برشا افلام وبرشا سيريات يخدموا على على تينيجرز معناتها المراهقين. سامحني سوسن، ذقتوا انت الطعم هذا في مسلسل فوندو الحلقه الاولى؟ يعني برشا قالوا لي علاش انت فوندو محلام الصغار خدمت به يمكن الحلقه الاولى، وانت هذه وقت سالني وقلت لك راهو لا عندي عندي معناتها بروجي اخر بعد فوندو وبكله على الصغار على هذا على فلوجه. كنت تحكي على فلوجه اتهموك بالسرقه اليت. إليت حتى في الفندق واحد تعملوني بإليت زادا ديما فهمتش إليت في جورتي بدات خاطر لو ميم ستيل معناتها على لي جون تو سا سي سي توتا في نورمال و ليسي دونك لو ليان موجود معناتها في الظاهر اما إليت لا علاقه بالفلوجه إليت ديجا مشاكلهم الصغار في بعضهم و سا تورن اوتور دان كريم فلوجة سي اوتر شوز فلوجة سي نحكي على نحكي على معاناة جيل نحكي على جيل ضايع نحكي على جيل ضايع ونحكي على معاناة صغار معاناتهم اللي تبدا من الدار وتوفى في الليسي وتوصل لحياة اللي في الشارع. جدل العنوان فلوجة يا اخي منين جبت هالعنوان هذا؟ من الاول انا سلسل جملة باش تعمل فلوجة يا اخي باش تعمل على 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 العراق. كان غريب العنوان فلوجة. أنا نحب ياسر الأسامي اللي ميتافوريك شوية كما فوندو فيهم رمزية فيهم رمزية ما نحبش حاجة ديريكت عندها علاقة ديريكت بالمسلسل. فلوجة بيان سور الناس الكل تعرف هي بلاصة في العراق وكانت مسرح لمعارك حامية الوطيسة ما بين الأمريكان والعراقيين عام 2003 معناتها وصار فيها معناتها انا زيد ما اخترت الاسم هكايا خاطر سي كلكو باغ احنا هي حرب حرب جيل كامل قاعد يعاني توا الحرب هذه الجنود نتاعها هما الجيل الجديد هذا هما المراهقين هذوما هما اللي باش يعمروا البلاد نهار اخر هذاك علاش لبستهم بالاخضر والكابوش اي تو سا اون ريفيرونس للون هذا وفلوجه اوسي هي الارض الصالحه للزراعه وانا را كيما معناتها تسقي قمحه تجيب لك صنبلة تسقي شوك تخرج لك شوك والصغار هذوما هما اللي باش يعملوا البلاد نهار اخر دونك كي نسقيوهم بالمحبه ونسقيوهم بتعليم باهي ونفهموهم قلت ربي نلقاو بلادنا تتعمر نهار اخر شوف بجيل بناء. انت عشت الجدل واخر ما كنت نتصور انه الجدل يوصل حتى للعراق لانه مجلس الوجهاء واعيان مدينه الفلوجه يجتمعوا ويهبطوا بيان ويندوا يقولوا يا اخي نحن ضد مسلسل يحكي على مشاكل ويسميوها فلوجه. هذيك تبع الحكايه البوليميك نتاع النهارات الاولى دونك انا باهتين شوفوا كاوش شكون نوجه لهم تحيه وهاني احنا تتقال كلمه فلوجه ولا كندهار ولا على بلاصه هكا شويه ان بو شود فيها حكايات تو سا دونك سي بور سا احنا اخترنا الاسم اما ما عندها حتى علاقه بال ردود الفعل على الحلقات الاولى وخاصه على الحلقه الاولى ضجه غير مسبوقه بالنسبه ليك ما نتصورش عشت كما عشت الحلقه الاولى قلت لي خفت ضرب كان قوي وصلنا حتى الدعوه للايقاف نتاع المسلسل معناتها ايقاف حلمه كامله ما نعرفش وزير التربيه معناتها اعلى مسؤول على قطاع التربيه يعبر على غضبه يعبر على سخطه تمنيت كان تفرج اكثر شويه تمنيت ما تمنيتش منه لا رياكسيون هذيك على الحقيقه كما قلت لك قبيله قلت لك انا تصورت باش يفرح معناتها باش معناتها وزاره التعليم باش تفرح بالبروجي هذا باش حطوا اليد في اليد احنا فنيا باش نساهموا فنيا باش نصلحوا وهما بيان سور الاصلاحات سور لو تيران معناتها اللي باش يعملوها سويت اسا شوف سوسن بصراحه لانه حجم النقد او هو التهجم خير من كلمه نقد كان قاسي كان قاسي كان قاسي حزنت انا حزنت هل اليوم كنت تتمنى في اعتذار او في تطيب خاطر من وزير التربيه او من الناس هذوما اللي خلينا نقولوا تسرعوا بيان سور تمنيت اعتذار خاطر مخيبه انسان يشيطنوك ويركبوا لك تهم معناها
بالحق خايبه ياسر معناها، باش نفسد الشباب عليه معناتها، عليه هذا الكل ولا باش نمس من المؤسسه اللي انا قاعده نمس نشوه في المؤسسه العموميه. انا بنت التعليم العمومي، انا بنت المدرسه العموميه، انا بنت المعهد العمومي، انا بنت الجامعه العموميه، قريت ونجحت وكنا وكبرت في عهد اللي احنا متى كنا نقدروا الاستاذ وكذا المعلم وان يكون رسولا، هذه تربينا بها وانا فرحانه. وانا كان حكيت اليوم ولا نقدت شويه سي بوجيعه وبغيره على بنغره على 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 المدرسه العموميه كيفاش وليت وعلى المعهد العمومي كيفاش ولا. دونك نسمع كلامك اليوم ونشوف شنو تكتب. بيقولوا انه المسلسل تابع للماسونيه العالميه. اي 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 ماسوني مسالها ماسوني ما فهمتش وين يراو فيها الماسونيه، هكا تفرجتوا في الاخر فما ماسوني. الازياء نتاع التلامذه بالعكس الازياء نتاع التلامذه انا اخترت معناتها كل حاجه في المسلسل هذا كانت ريفليشي، كل شيء خممت فيه من الديكور الكوستوم كل كل كل. بور موا اخترت اونيفورم، حبيت البنات والاولاد يلبسوا حاجه اوني، ما كنتش نجم نلبس اونيفورم كامل لبسه كامله خاطر باش تحصرني شويه. دونك جي اوبتي خممت في ان تابليي، قلت علاش ليه الاولاد ما يلبسوش تابليي كما البنات، واخترت اللون فيغ ميليتير. فيغ ميليتير هو رمز مثلا للجيش للارمي، وهو زاد رمز للحياه، رمز الخضار، رمز النبات سكي حي. دونك سي بور سا اخترت اللون هذاك. زدت الكابوش، الكابوش في تحيه العالم بور موا انا كعملتها ماهيش ماسونيه، بالعكس عملت احترام للعالم، حبيتهم يغطيو باش الناس الكل يبداو كيف كيف. والبيز نتاع تونس في التابليي زاد ما تنساش معناتها هذيك وطنيه. ورغم ذلك سوسن الجمني تتامر على امن البلاد. ربي يهدي من ذاك شنو نقول انا والله سي يظهر سنة نتصور انا كان بالحق كانوا واعيين وتعلموا الدرس يتعلموا المره الجايه ما عادش يحكموا على حتى عمل فني كما يوفى، ويتعلموا زيادة ما يكونوش قاسيين للدرجه هذه في الاحكام نتاعهم، خاطر مش باهي مش باهي توجع على العبد اللي تعب على البروجي. يجي حد يمسك في وطنيتك ولا يمسك في اخلاقك ولا يمسك في حرام كبير معناتها بالحق حرام عليهم. وذاك هو ذاك شنو نجم نقول انا. توجعت أكثر في الأيام الأولى ولا فرحت أكثر في الأيام الأخيرة بصراحة؟ فرحت أكثر في الأيام الأخيرة الحقيقة، الفرحة غطت. دونك النوت اللي كملت أنا قلبي أبيض ننسى ويعرفوني بيس الناس الكل. دونك عملت رسائل توعوية مباشرة معناتها الحلقة 12 اللي شفنا فيها ليلوستراسيون اللي صارت بتاع العصفور هذاك. مانيفيك هذيك العصفور، خليني نحكي لك حكايته. أون فيت سي فيديو مثلا فيديو أول ما شافتها سوندس ورت هي لي قالت لي شفت فيديو تفتق محليها، قالت لي قداش توجع القلب نتاع العصفور، هي تحكي على اديكسيون. دخلنا اللين شفنا لو فيلم اندرياس هايكادي الماني هو اللي عمله. الماني دونك سي ان فيلم دانيماسيون توعوي. اي توعوي تعمل محليه محليه، قداش الي توشان، قداش الي سامبل، قداش يمس وقداش يوجع. دونك ما غادي جاتنا الفكره قلنا باش نعملوا لا سيكونس هذيك، وحطيناه معناتها دور حطيتو اون بروجيكسيون في تلفزه في الكلاس بعد موتة مرام باش نوعي به الصغيرات على المخاطر نتاع الادمان شنو ينجم يصير. المشهد نتاع البوليس محمد علي بن جمعه لما يشد سلاح على نوح على ولده على فارس عبد الدايم، بعض المتدخلين اعتبروها اهانه واساءه للامن. دونك المشهد هذا كان مشهد قوي، مس بعض الامنيين على ما يبدو. ان توكا انا ماهيش لانتونسيون تاعنا باش نمسوا الامنيين ولا باش، بالعكس انا نوجه لهم تحيه كبيره. الامنيين قاعدين واقفين للبلاد هذي، واقفين علينا على حمايتنا، وانا كان عملت هكا معناتها لا سيكونس هكايا جي اوزي انا اوزي شويه باش نمشيو في حكايه الفرد، سيكو خاطر صارت بالحق سي ان في صار مره مالوغوزمون اللي فما بوليس جبد فرد على مرته. دونك الحكايه هذه كانوا زا ماركي انا بيرسونيلمون قعدت لي في الذهن في الذهن نتاعي. اطلق الرصاص على مرته مش جبد برك اطلق الرصاص عليها وتعرف كي تجي باش تكتب ان سيناريو باش تحكي حكايه جينيرالمون تمشيش للمتعامل به، لازمك تلوج حاجات ديفيرونت شويه، حاجات ساعات حاجات الشاذه هي اللي تخدمك اكثر باش تلقى منها عبره اكثر والا باش تحكي بها اكثر. دونك كي عملنا لا سيكونس هذيا دونك كان في مخنا المشهد هذاك تاع البوليسيه. اما لي برشا راهو هذيك هاني نقول لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وبرشا امنين محليهم
اكثرهم محليهم ونوجه لهم تحيه بالعكس. اللقطه نتاع الاستاذه اللي تبدل السروال نتاعها مع التلميذه باش تمنعها من عقوبه الحرمان من الامتحان لانه السروال نتاعها كان مقطع. هي صارت فعلا وانت استلهمتها فعلا من الاستاذه سلوى البحري في واحد من المعاهد في ولايه صفاقس، صارت عام 2017. صحيح صحيحه صحيحه، استلهمناها من غادي كما قلت لك قبيله. احنا باش كتبنا سيناريو راه فما غوش كبيره معايا. وانا زاد نوجه لها تحيه ومحليها محليها 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 لو جيست اللي عملته، خاطر بالحق فما حاجات سي فغي القانون هذاك ما تلزمنا نحترموه، القانون الداخلي نتاع المؤسسه التربويه يلزمو ما نجمو كان نحترموه. اما زاد في فما دي كا مثلا كيما الطفله هذي باش داخله الامتحان ما يجيش ضايع امتحان على خاطر سروال. دونك انت تستلهم من الواقع وتهز وتحولها في تصوير فني. اي نستلهم برشا حاجات من الواقع وبرشا حاجات من الخيال ونحاولوا به البيبالي في الكردونه في احاله مباشره لحادثه الرضع عام 2020. اي 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 خاطر حتى واحد فينا ما ينجم ينسى اللي صار وقتها، ما نجمش نساوه. نور مختار الاستاذه هي احاله على نور عمار التلميذه اللي كانت في خلاف مع مهذا برميلي. جوتو ليه؟ جملة زيد. وأي تشابه في الأسماء فهو من وحي الخيال. من وحي الخيال، هو ديجا احنا كتبنا سيناريو كانت في دي سيكونس سميناها نور وفي دي سيكونس سميناها عليا. كي قعدنا مع الممثلين تو سا قلت لها شنو الاسم اللي خير؟ قالت لي نور، وهذا صار يظهر لي قبل الحكاية هذيك برشا معناها، وأنا بديت نصور قبل ديجا مصورة الليسيت دونك فماش ما عندها حتى علاقة. سوسن باش نعملوا الأسئلة السريعة، تجي معايا. بعد ما تجاوب تنزل على البوزر. باهي. شنو من الادوار سوسن اللي كنت حاسمه فيهم من الاول؟ رحمه ومرأة. اصعب كاستينج كان مع اي شخصيات؟ نوح وابراهيم. اكثر مشهد شخت وانت تصور فيه؟ تحيه العالم. جافي دي فريسون هكا الحقيقه. اصعب مشهد صورته في المسلسل؟ سيكونس مشهد رحمه باش تنتحر من فوق السطح. دمعتك هبطت كمخرجه وانت تصور في اي مشهد؟ في مشهد ابراهيم ورحمه في الحلقه 20 كي تقول له ما نجموش نكونوا مع بعضنا مالوغوزمون ما تقابلناش في وقت باهي وفي مامون باهي. ضحكت كانك وحده عمرها ما ضحكت في انه مشهد؟ في مشهد في مشهد مرة اون سيكونس لاولادك هي هادي ونوح يقولوا في الديالوج يقولوا ما ام تيسير ما عادش تنجم تمشي على ساقيها، قالوا هم ضربه كبيره نتذكرها جو ضربه كبيره معناها دونك ضحكنا فيها برشا. قعدتوا تعاودوا فيها؟ خاطر هو من يقولها يشد الضحك ما عرفش علاش يشد فوغيغ دونك قعدنا نعاودوا فيها. مشهد ماذا بيك لو كان عاود صورته؟ فماش اللي حبيت تعاود حتى كان مش راضي عليه 100% فما مشاهد راضي عليهم 60% سافا باهي دونك ما نعاودش. سوسن نحب نكمل معاك على الكاستينج. الكاستينج مهم بيان سور سي لا سارة تونسي جاتنا من مصر اول مره في مسلسل تونسي. وي. نضال السعدي اخترت انك تهزوا شخصيه اخرى مختلفه وبعيده برشا على شخصيه لانه قعد برشا يخدم في الباد بوي. وي نضال عطيته لو رول خاطر انا نمن ان نضال تبارك الله عليه ممثل كبير برشا عنده بوكو دو بوتونسييل معناها ويتلون وخدام هذاك ما نحكيوش قداش هو خدام وقداش متفاني في خدمته وقداش يحب التمثيل كمهنه.
دونك راهنت عليه وهو الحقيقه خدم خدمه كبيره برشا على البيرسوناج في ليتيك ميم لي لونيت معناتها هو زادهم نذكر قريب شطار كانوا يقولوا لي كيفاش مره هوش يلبس انا دي لونيت يقول لي ساوسن اي كونفيونس ان موا تو تشوف دونك تبارك الله وجاني حاضر البيرسوناج ميم اكثر من اللي انا تصورت معناها ساوسن اللي برشا ما يعرفوش النضال 10 سنين التالي ما كانش يعرف يتكلم بالتونسي معناتها حط في قلبه لين وصل يجود في القران اليوم صوته ولا مش صوته في القران؟ صوته انا في الاول راني كنت نبدل الصوت قلت له تو في الترتيل تو نشوفوا عبد اخر قال لي 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 انا باش نعمل كيفاش قلت له سي با فاسي قال لي نعرف شنو كيفاش ما نعرفش قال لي نعرف لازم تجويد تو سا ومشى وحده وحده ومشى مع الشيخ ومع فوكاليست وقعد يخدم عليها الحكايه بالكدا بالكدا وقعد وصلي طرد فيه يقولوا يزيك هاو اليوم يزي انا نكون في الجامعه وي 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 وقع انتقاد اللباس اللي لابسه لباس افغاني لكن في نفس الوقت زاد فما كلمة قال انه عاده وقت اللي في الدراما نجيبوا انسان متدين يا يمشي نحو الارهاب يا يمشي نحو النفاق يا اما هو الارهابي المتشدد والا هو المنافق اللي يظهر لك التدين والورع ومن داخل هو انسان اخر هو ذاك هو اكزاكتومون احنا ما حبينا تمشي اخر مختلف حبينا نخرجوا على الكليشي اللي يستعملوهم يعني في الدراما والا في ديما كما قلت انت دونك حبينا تمشي اخر حبينا بوغ اون فوا عبد محليه اخلاقه عاليه حتى لبس معناتها حبينا نقولوا زاده باللبس راهو ما تحكمش على انسان من لبسته كل انسان حر يلبس اللي يحب اللي يحب يلبس قميص، اللي يحب يلبس نقاب، اللي يحب يلبس قصير، اللي يحب يلبس طويل، هذيك حريه شخصيه لكل انسان. والانسان تحكم عليه بافعاله مش بمظهره. ولو رول دوبراهيم هو حبيناه نموذج للاخلاق العاليه، للتربيه، للسونس نتاع الجار، الانسانيه بصفه عامه فوالا. نعيمه الجاني. نعيمه الجاني معناتها كسرت تماما مع ادوارها القديمه وانا معناتها لما تقابلت معاك قلت لي راني عامل جيني باش نحطها مديره معهد قلت لك انا ما نصدقش هاي قلت لي لكن خيبت لي الامل نتاعي وترسيت نتكلم في نعيمه الجيني ونهني فيها النعنوع نحبها برشا مرامح ليها وقديش مخها مليان وقديش حنينه وقديش طيبه وقديش انسانه الانسانه هذه دونك وانا خدمت معاها في الفوندو اول مره وكانت خدمه محليها معاها وفي رول اخر مختلف وفارمي لي بيرس اي الحقيقه نضال ونعيم نضال ونعيم بيان سور اي باش نخدم معاهم حياتي الكل كان فما بروجي ديما باش نبجلهم هما على الناس الكل الحقيقه خاطر الخدمه معاهم مريحه وخاطرهم ممثلين كبار دونك علاش ليه؟ ريم الريحي برشا لموا على البكائيات حجم البكائيات عند ريم الريحي كان كبيرا جدا وابدعت هي الحق معناتها في دورها نقول لك حاجه قساوه الحكايه انك ما تلقاش بنتك بنهار وليله ما تراهيش وما تعرفش عليها اقصى برشا من اللي تعدى في المسلسل جيماجين لطف وجيعه ما ذبا ما يعيشها حتى حد جيماجين دونك السيتياسيون تفرض عليك السيتياسيون والاحساس نتاع الام يفرض عليك وقت فما دي سيكونس ميم احنا ساعات نقولوا هاي تو مش باش نبكيو فيهم تلقى كي نبداو لا سيكونس ونبرف وتلقى اوتوماتيكمون العينين تعب بالدموع لازم ريم مجله تحيه تبارك الله عليها قديش انا فرحانه اللي خدمت معاها سانسيرمون مرا محليها قديش الي انتيليجونت الكابت في ساعة معناها لانديكاسيون موهوبة معاها هكا موهوبة تفهمني عرمش نحكي شوية تفهمني اكتشافاتك جيل جديد رنيم علياني سارة شريف رحمة بن عيسى دنيا الفقي واكتشفت قبل قصي علاقي واكتشفت قبل خالد عبدولي ونسيم وهذا الجيل الجديد اللي قاعد يخدم معاك تقريبا فما برشا جو من انستغرام هاي باش انا بور تو دير رحمة ومرام نكتبوا في النص ونكتب لهم في الادوار وانا مختارتهم من انستغرام وما قابلتهمش في الدنيا ما نعرفش حتى كيفاش يحكي معناتها كيفاش هما اسكو ينجموا يمثلوا ولا تقميره اون فيت رحمه من اللي غزرت لي ستوريز نتاعها شفتها دي فيديو شفتها تشطح تو سا معناتها ارتيست طفله فنانه محليها انا جينيرالمون كي نغزر نركز في الغوغار في الوجه في الغوغار في الغزره شنو تعدي عجبتني الغزره نتاعها ووجهها عجبني برشا عينيها تحكي وابار بيان سور الي دوي في الشتيح تو سا
دونك معناتها جو مسوي انسبيري من شتيحه باش كتبنا البيرسوناج رحمه، وقلت ما تنجم تقدو كان هي هكا معناتها، وكملت السيناريو وبعد ما كملت جلي كونتاكتي قلت لها راهو هكا وهكا راني كتبت ان رول وكتبناه ليك انت ونحب نجربك فيه، مي قلت لها صغير كان ما جاتش تعرف تمثل راني ما خديتهاش اوتوماتيكمون بيان سور، عملنا ان اسي وعملنا كاستينغ وقعدت روحها، ما رام كيف كيف زاده. باهي نحب ننوه بحاجه بحجم الرموز الموجوده في المسلسل، معناتها المسلسل كان مثقل بالرموز، شفنا علم فلسطين، شفنا خطابة بورقيبة، شفنا فيديوهات بورقيبة، شفنا صوت الزعيم حبيب بورقيبة، شفنا بالجرافيتي، شفنا برشا رسائل إيجابية، شفنا اسم سندس اللي كتبت معاك، شفنا فرحة حشيش في الليسي، العنف ضد المرأة، المخدرات، شفنا برشا حاجات، برشا رموز أثقلت بالرموز، وفائك للحيوانات زاد كيف كيف يتجدد مرة أخرى بعد الكلب نتاع مناول عن القطوسة نتاع سنية نتاع نعيمة، وبربي سهلك القطوس كيفاش عملت له هكا باش يقعد في الطاولة، تبارك الله عليه، تبارك الله عليه، تعبنا شوية ما سافا. دونك خليني نهزك في رحلة موسيقية نستدعى واحدة من الأصوات الجميلة، رنا زروق اللي صوتها زين الجينيريك مسلسل فلوجة، رنا زروق خليوها المسرح جينيريك مسلسل فلوجة. رنا ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. فما غناية تصنع نجاح فنان، وأغاني المسلسلات بالذات يساهموا برشا في انتشار الصوت متاع الفنان، الناس يتفاعلوا مع الغناية، يكلموك، يبعثوا لك حاجات، يبعثوا لي على انستغرام برشا برشا يغنيوا فيها، معناتها حتى التوا حتى المسلسل وفيه كل شفت برشا ديكوفر تعملوا زاد كيف كيف على الغناية. الغناية مزينة، أكثر جملة تمسك انت وانت تغني فيها في الغنايه هي الجمله اللي انا نغني فيها خليني خليني. سوسن اللي نعرفه انك ديما لما تعمل غنايه نتاع مسلسل تقول لهم نحب كلمات حاجتي بيهم، نعمل ديما قاعده مع اللي باش يغنيوا مع مهدي مولهي، نقول لهم شنو هما الكلام شنو نحب نقول بها الغنايه، شنو هما لي مو كلي، نختاروا دي مو كلي كيما دونك هي الكوبلي اللي غنيته رنا هو بارابور لرحمه، بارابور لبيرسوناج دو رحمه، ذنب شكون هذايا، ومعناتها الدمعه اللي فيها عينين رحمه اللي شفنا المعاناه نتاعها في المسلسل، وكازو كيف كيف كي قال من شكون اللي صار فينا هذا حكيناه، قلت نحب نحكي على جيل ضايع، ما نعرفش ذنب شكون في الاخر، ماسك ذنب العائله، ذنب الصغار هذوكم، ذنب المجتمع، ذنب الدراج، ذنب التليفونات ولي ريزو سوسيو وشنو عملت في العبيد، وذنب الليسي ولا لي، دونك فوالا. رنا نشكرك لانه صوتك تبارك الله عليه، وكان لازم يتحط في قالب مزيان، واحلى من هكا ما فماش، غنية جينيريك، مسلسل ناجح، نتمنى لك مسيره فيها برشا نجاح، فيها برشا اشراق. شكرا 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 رنا زروق، نخلي لك كلمه الختام. نحب نعمل غوميرسيمون لفيريال ستوديو والاميني بورقيبه اللي لبستني اليوم، بيغمي يونيفير بيضه لي مريم عماره، نحب نشكر زيد مهدي الملهي اللي جات البروبوزيسيون من عنده هو نتاع الجينيريك، نشكرك انت هادي يعيشك ونهنيك بنجاح المسلسل. شكرا، تحيه رنا زروق، شكرا. قبل ما نودعك، للناس اللي تقول ما عناش في ليسياتنا ما عناش الشيء هذاك، الارقام تبين انه يمكن المسلسل ورا جزء بسيط من اللي موجود في المعاهد نتاعنا، لانه ما خفي كان اعظم الارقام جمعيه الاولياء والتلاميذ تقول لنا ما بين 15000 و 20000 حاله عنف مدرسي سنويا موجوده داخل المؤسسه التربويه، تصير هذوما الكل، الاعتداءات ضد المؤسسه التربويه 47% ضد القيمين، 23% ضد الأساتذة، 19% ضد المعلمين، و11% ضد المديرين يتعنفوا. وزير التربية
يقول سنويا 100,000 تلميذ ينقطعوا على الدراسه. 100,000 تلميذ كيف ينقطعوا على الدراسه؟ رغم ذلك مشاريع مش بالضروره مشاريع باهيه موجوده في الشارع. استهلاك المخدرات عام 2022 تلميذ على 10 يتعاطى مخدرات، معناتها في قسم فيه 30 تلميذ عندك ثلاثه فيهم يتعاطوا المخدرات. نسبه الاطفال اللي يتعاطوا في الماده المخدره، اطفال معناتها اقل من 18 سنه 31%، معناتها الثلث. ظاهره التعاطي لدى الاطفال دون 18 سنه مرتفعة جدا، سهولة الاقتناء، 12% من الأطفال المستجوبين قالوا أنهم يلقوا سهولة كبيرة باش يشريوا المخدرات داخل الحرم المدرسي وداخل المؤسسة التربوية. 40% من التلامذة أقل من 13 سنة يقولوا أنهم تكيفوا. أقل من 13 سنة ترجع برشا. إحنا كي كنا باش أول ما بدينا المسلسل عملنا الغوشيرش هذيا وخرجونا الأرقام هذوما توسع تفجعنا ترهوجنا برشا الحقيقه، فهمت حاجه تحزن وحاجه ودوكو انا نوجه لهنا نوجه كلمه لي بارون وللسلك التعليم بالكل، نقول لهم راهو التعليم هو اقوى سلاح تواجه به العالم، وسلاحك قد ما تقويه قد ما باش تربح نهار اخر الحرب هذه. دونك انفستيسي في صغاركم، احكي والوالدين زيدا، انا حملت مسؤوليه كبيره في المسلسل هذا للوالدين، دونك حملناهم مسؤوليه اللي قاعد صاير. نقول زاد للوالدين فيقوا شويه لصغاركم، احكيوا معاهم، كومونيكي مع بعضكم، احكيوا شوفوا شنو مشاكلهم، شنو يحسوا، شنو اللي يعجبهم ما يعجبهمش، شنو اللي يقلقهم ما يقلقهمش. قد ما تحكي مع صغيرك قد ما تقصر المسافه بينك وبينه قد ما انت باش ترتاح نهار اخر. سوسن يمكن كان اني غلط صلحني، المسلسل انا حسيته مش ايدينا المؤسسه التربويه، هو ايدينا للاسره، والمؤسسه التربويه هي ضحيه الاسره اللي ما تخدمش خدمتها. لا هي ضحيه الاسره، وانا مع اني التعليم لازم يتصلح، لازم الاساتذه ياخذوا حقهم، راه الاساتذه هذوك هم باش يبنيوا اجيال، هم يصنعوا في ادمغه، الادمغه هذيكم هي الادمغه هذوكم هما اللي باش يعملوا البلاد نهار اخر كما قلت لك. دونك الاستاذ قد ما يكون مرتاح، قد ما وضعيته تتريقل معناتها سوا فينونسيغمون سوا لي ليسي يتصلحوا، لي سال دو كلاس، البروغرام، كله هذاك يصب في انه صغارنا معناتها نعمل لهم مستقبل باهي. دونك انا مع الاصلاح ومع المؤسسه التعليميه. شكرا سوسن الجمني، يعطيك الصحة، نتمنى لك النجاح والتوفيق، وإن شاء الله نتقابلوا عام الجاي في فلوجة 2. قبل كل شيء هادي لازمني نشكر معناها. نشكر كامل فريق العمل، نحب نشكر الممثلين الكل بالصغار وبالكبار وبالفيغوراسيون، وأي إنسان ساهم، أي عبد ساهم معايا في المسلسل هذا. نحب نشكر بصفة كبيرة سندس عبد الرحمن السيناريست اللي كان مش منها هي، المسلسل هذا ما كانش يتعمل، اللي هي كتبت أكثر مني أنا في المسلسل هذا وتعبت شهور، هي أستاذة متخرجة أما بطالة ما خدمتش. دونك إبراهيم هي عفيت في السيكونس هذيك كتبت برشا حاجات من حاجات عاشتهم هي. دونك نقولها نحبك برشا، نقولها ميرسي، ونقولها يا سندس نجحنا والحمد لله. والحمد لله والنجاح يعطيكم الزوز. نتصور الفريق التقني زاد. فريق التقني بيان سور، رفيق الدرب هو عمر بوحوله، نشكره برشا، خدمنا خدمه كبيره. برافو عمر. عمر ياسر يفهمني وياسر ياسر مع بعضنا فما برشا كومبليسيتي، عملنا غوشيرش كبيره. تبارك الله على التصوير. نخدموا على الضوء. برافو على التصوير، على الضوء، على الديكورات. والحقيقه معناتها اللي طلبته لقيته، وميرسي عمر، نقول لك ميرسي ميرسي دو فون دو كور. جو ريميرسي علي بيان سور كادور، ايمن التومي، ليكيب ايماج الكل، الماكيوز مريم زهير درغوث والإكيب نتاعها. جو رميرسي مون إكيب أسيستانا على راسهم لا غيغيغ مروة الزنيدي، مروة الزنيدي اللي أنا نقولها ونعاودها مشروع مخرجة كبيرة برشا إن شاء الله تشوفوها في عمل، تبارك الله عليها الطفلة قداش حربية وقداش خدامة وقداش وقفت معايا في كل شيء هي والإكيب نتاعها بيان سور. نحب نشكر فاطمة شمام، هي الديكوفيرت نتاع المسلسل هذا بالنسبة لي أنا اللي أول مرة نتعامل معاها، هي الديكوراتريس، هي اللي عملت لنا لي ديكور المزيانين هذوك من الكل. بارك الله عليها. أنا حبيت نمشي في ستيل كولونيال في الديار الكل، وحبيت على لي زوفيرتور دو لوميير شبابك، حبيت على الوسط، معناتها أعطتني كيما حبيت في الكونسيبسيون نتاعي كيفاش نرا كل ديكور.
هي اعطتني نحب عليه اكثر. دونك نقول لك ميرسي ميرسي فاطمه انت والاكيب نتاعك عمر ورائد والاكيب الكل، يعطيكم الصحه. جو ميرسي الكوستوم حنان بن جيزه زاد كيف كيف اللي يعطيها الصحه في الخدمه اللي خدمتها الكل، وشكون اخر وبيان سور المونتاج عندي بنتي الغاليه مروه مروه العجمي سهرت الليالي والليالي هي معايا في المونتاج، الي تري دوي تبارك الله عليها قداش الي غفيني في خدمتها، ونقولها يعطيك الصحه مروه ونحبك برشا كيف كيف خليل ليكيب الكل، وبيان سور ان غران ميرسي الفاضل بن عمار خالد الصديق سامي الفهدي، يعطيكم الصحه يعطيكم خاطر كان مش منهم هما وفروا لي كل شيء الحقيقه، وفروا لي كل شيء ووقفوا باش باش البروجي هذا يتعمل ويتعمل في احسن الظروف. نحب نشكر كرم عبد المقصود على الجينيريك الحلو برشا، نقول له برافو كرم كوم دابيتود، كرم فنان كبير انا يعجبني. دونك عملنا هبله مع بعضنا اخترنا حاجه ومحليها طلعت، دونك فرحانه. نشكر مهدي مولهي على الموسيقى البنينه على الاغنيه الجينيريك، دونك نقول لك مهدوش برافو برافو برافو. قداش مره نبداو هكذا يعمل موسيقى جديده نبداو نسمعوا فيها، نبدا انا سوغ نواج الحقيقه محلاه ومحلى خدمته قداش غافيني. نشكر ادير ادير هو اللي هو يعمل ايتالوناج بتاع المسلسل، برافو ادير يعطيك الصحه. نشكر الميكساج ياسين عكرمي، ونشكر ليكيب الكل، وش اسبير ما نسيت حتى حد، ليكيب الكل ليكيب الكل ليكيب الكل من اقل انسان ساهم الاكثر انسان ساهم. نشكرك برشا وشكرا مرسي. لانك امتعتنا 20 سهره من سهرات رمضان، وتحيا الدراما تحيا الدراما ويحيا الفن وكاو كيما وفيت المسلسل بسيغ اون نوت معناتها غنيه غنيه معناتها هي اسبوار وهي تعايش إنسانية ما بين الفن والدين، راهم حاجتين يمشيوا مع بعضهم ماهمش ضد بعضهم. دونك ميرسي بوكو وتحية خاصة معناتها الأقرب الناس ليك معناتها بالحق، تحية لعائلتي ديما ننسيهم مهريت كيف ذكرتك. تحية لعائلتي الأمي البابا لخواتي الخويا، تحية مرة أخرى لسندس، تحية لعائلتي والعباد اللي قراب لنا في مطماطه. دونك نوجه تحيه كبيره ونقول لهم نحبكم برشا وان شاء الله تكونوا فخورين بيا. شكرا شكرا شكرا. سوسن الجمل ميرسي بوكو. ماركة 100% تونسية تحط على ذمتكم مجموعة ملابس تراند للصغار والكبار ومجموعة ملابس أخرى خاصة بالعيد وبأسوام مناسبة ومعقولة، وبخلاف هذا الكل تلقوا ملابس لكل الفئات والأعمار. وجديد حمادي عبيد مجموعات ملابس خاصة بالرضع والمواليد الجدد، هذا الكل تلقاوه على ذمتكم في 34 مغازة وفي موقع الويب www.ha.com.tn. نكتشفوا مع بعضنا جديد حمادي عبيد، ما تفلتوش مجموعة الملابس الصيفية ستار تونس كوليكسيون سبيسيال بأسوام غير قابلة للمنافسة. باش نفهموا الحكاية أكثر نمشيو مع بعضنا الفيتيار خاص بعالم أشعة.
كهربا تمشي، كهربا تجي. كهربتنا الجديدة واليس 619، تنجم تكون السيارة هذه من نصيبك، سهل برشا. ابعث حرف آ على الرقم 85811، حرف آ على الرقم 85811، جاوب على السؤال، حظ سعيد للجميع.